الجهة المختصة القبض على الإرهابي محمد حسام الصداقي من تنظيم القاعدة جبهة النصرة أو جبهة النصرة، الذي كان سيفجر نفسه داخل جامع الرفاعي بدمشق خلال صلاة الجمعة غدا. وأقر الإرهابي أن هناك أشخاصا آخرين من المفترض أن يفجروا أنفسهم في عدد من جوامع دمشق خلال صلاة الجمعة غدا. يوم الأربعاء اجتمع ابو حافظ وابو البراء نائب قائده، وفي شب اسمه ايداع ابو حمزه، وشب اخر اسمه ابو براء، في منزل بالتضامن. اجى المدعى ابو حافظ عرض علي انه بده يعطيني ستره، واللي بتروح بتصلي بجامع الرفاعي، وانه وما عليك انه شو ما صار معك انت، انه احنا متكفين باهلك من هالقصص. وهن كمان مجهزين شباب صغيره وهذه بأشياء كثير، انه عشان تروح على الجامع يوم الجمعه باكثر من منطقه بدمشق 15/6/2012 عشان تفجر نفسها هنيك داخل الصلاه صلاه الجمعه. كانت هذه بعض من اعترافات الارهابي محمد حسام الصداقي، وتتابعون هذه الاعترافات كامله في نشرات الغد.